نشر موقع جلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية تصنيف أساطيل الغواصات في العالم. وفقا للموقع، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا بحيازتها 79 غواصة، تلتها الولايات المتحدة ب 68 غواصة، ثم روسيا ب 64 غواصة، فيما احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والخامسة عشرة عالميا من حيث قوة أسطول الغواصات ب 8 غواصات.